السائل يقول في سؤاله الثاني: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث الذي ما معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك تأمره أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه، قال: كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة هذا الرجل هذا المسبل الإزار. ما معنى قول النووي في رياض الصالحين بأنه حديث صحيح على شرط مسلم، علما بأن الحديث لم يرد في صحيح مسلم؟ فما هو شرط مسلم في ذلك؟ نعم، الحديث حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنده قوي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسبلا لثوبه أمره أن يعيد الصلاة. ولكن هذا الحديث وإن كان سنده قويا فإن أهل العلم لا يرون إعادة الصلاة بسبب الإسبال، ولا يرون أن الإسبال ناقض للوضوء، فليست العلة في ذلك نقض الوضوء، وإنما هذا والله أعلم هذا الحديث خاص بهذا الرجل، هذا الحديث خاص بهذا الرجل. فلو صلى رجل وهو مسبل لثوبه فصلاته صحيحة، ولكنه يأثم على الإسبال ولا يؤمر بالإعادة، لأنه لم يروى أن أحدا أعاد الصلاة من أجل الإسبال إلا هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس عاما في كل مسبل، وإنما يقتصر على مورده فقط. نعم، جزاكم الله خيرا.